بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أو الفتح جيب الخير. وإذا كان عرفت جماعة مش تتخذ راه وقت اللي يجي الخير وزايد عار اللي بعده هو مش يشر زيد كما كان في مصر أيام سيدنا يوسف عليه السلام. منا بقرات سمان بعد يأكلون سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر كلنا سبع يابسات ولا مجر عاد كل الدورة تاع سبع سنوات. هنا انظروا سبع سنوات اللي مضت شوفوا هالكلاب هذوما اللي تو يتزعموا في العالم كيف كان حالهم. حالهم كل شيء قادين فتوحات علمية بين ظفرين فتوحات جغرافية فتوحات جيوسياسية فتوحات بترودولارية وهل مجر. فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا فبلوا استقامت الأمور وهم على حق. والدليل هما الكاب اللي بريلي دير انترناسيونوتي ترى حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحتوا بخزائنكم مليانة بالذهوبات والياقوتات وأسرار المميتات للشعوب المغفلات. هذا حسابكم وإحنا عنا مثل عامي يقول اللي يحسب وحده يفضل وشراه كيف حال ما ظلتموه من تبعات جهلكم بأمركم. والسلام. سيحق عليكم القول بأكثر شدة وأكثر مقتا وأكثر إذلالا لكم بفضل الله. وفلسطين بحول الله يحررها أهلها الميامين أهلها الموحدون المسلمون حقا المؤمنون حقا والمحسنون حقا. والسلام.